اتصالات كثيرة جدا، والجميع يتملقون بلوتس. تملق؟ لماذا؟ حتى يعطيهم فرصة عمل. تملق تعمل، هذا هو الشعار. فهم؟ اسمع، مكتب السيد بلوتس. لحظة، تحدث على الخط الثاني. توم يا حبيبي أنت رائع. رن الهاتف لحظة من فضلك. بروس أنت البطل الملهم، تابع حميتك ولا تندم، ما من أحد ينافسك على الضوء. ماري يا عزيزتي لا تخافي، إنه دور لا يمكن أن ترفضيه. أنت فعلا محبوبة، متفوقة مطلوبة، تتقاضين أجرا قليلا. دورك مايكل. إن الضوء الأخضر ممكن إذا حصلنا على 50 مليون، وسنبدأ التصوير، وهذا يكلف الكثير، لذا لا أنصحك برفض هذا الدور. لغة المجاملات أسلوب اليوم في صنع العلاقات، والصدق قد عفى عليه الزمان في هذا المكان، فالتملق للنجاح هو الضمان. لغة المجاملات نستعمل فيها الحلو من اللغات، تبيع وتشتري ببضع كلمات من دون مناورات، وكل شيء يسير أو ممكن أن يطير. أدعوه لعشاء فخير يوقع وهو شاكر لي، وهكذا ستفوز. أستطيع أن أقوم بهذا. لويس أبو عسلي على الخط. عزيزي لويس، هذا العمل رائع، سيعجبك حتما لأنك بارع. إنه قصة صراع وقتال ونزاع بين الخير والشر، فما المانع؟ رأفة بازو. رأفة، إني أتابع أعمالك كما أني من معجبيك المخلصين. معالجتك عبقرية، حبكة محبوكة وذكية، لكن ينقصها الفكاهة والنكات. فاطمة سعد. فاطمة أنت بطلتي الموهوبة، وحيويتك قوية التأثير، لكن بثينة في الاختبار، وقع عليها الاختيار لأن لديها الخبرة في هذه الأدوار. لغة المجاملات أسلوب اليوم في صنع العلاقات، فالصدق قد عفى عليه الزمان في هذا المكان، فالتملق للنجاح هو الضمان. لغة المجاملات نستعمل فيها الحلوة من اللغات، تبيع وتشتري ببضع كلمات من دون مناورات، وكل شيء يسير أو ممكن أن يطير. لغة الإطراء والتملق معها سوف تحلق وتفوز، حتما سوف تفوز. هل هذا صوت هاتف النقال؟